بيغ بان ريستو جربناه كاين في عبد المؤمن في الزنقة ديال سيتي كلوب، وغير من السمية يبان شنو كيديروا. نهار الجمعة والسبت كيبقاو حالين حتى للربعة ديال الصباح. عندهم دو كاتيجوري ديال لي برغر، لي كلاسيك ولي سينياتور. مثلا ان برغر عادي الثمن ديالو 49 درهم سون فريت اي سون بواسون، اولا ان دوبل تشيز لو بري ديالو 69 درهم. اما الغريب هو الفيجيتاريان اللي صراحة صدمنا المذاق ديالو وكان واعر، ما كانوش فيه لي فيوند، مي بار كونتر كانت لا باز ديالو هي ان فرماج ا باز دو سوجا. ايوا اللي جربوا يرد علينا الخبر. ولا كاتيجوري الثانيه فيها لي سينياتور يعني اللمسه ديال الريستو، الغالي فيهم كيدير 124 درهم سون فريت اي سون بواسون. فيه لي زونيون كاراميليزي على تروف، البيكن اللي بطبيعه الحال حلال، وعاد مكونات اخرى. موراه خدينا لو جابوني الثمن ديالو 94 درهم ومذاق مجهد لانه فيه الواكامي الوازابي والجنجمبر. وشكون يقد على هذا الشيء؟ حتى لهنا سالات التجربه ديالنا وسلام كبير لاحسن المتابعين.